عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى البنات أنكم تكونوا إن شاء الله بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا إن شاء الله في القناة. رمضان كريم يدخل علينا إن شاء الله يعني بالصحة والعافية، وإن شاء الله يعني أي وحدة الله يسهل لأي وحدة. فإن شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة رائعة إن شاء الله بالنسبة للسيدات اللي عندهم مشكل أنهم كيتزادوا في الوزن في رمضان. فان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم هذه الوصفه هذه، وكذلك حتى السيدات اللي بغاو يعني انهم يضعفوا، راه هذه الوصفه رائعه. هذه الوصفه هذه غزاله غزاله البنات. فاذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي فمرحبا بكم، ما تنساوش انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. كما كيبان لكم يعني اليوم جبت لكم هذه الوصفه اللي هي القزبرة، يعني حبوب ديال القزبور او القزبرة كما كنعرفوهم، يعني كيكونوا على هذا الشكل هذا، راه معروفين القزبور كيكون على هذا الشكل هذا. يعني الفوائد ديالو في رمضان راه رائعين رائعين، ماشي في رمضان، ويعني المهم يعني للتخسيس اللي بغات انها تضعف فتولي تستعمل هاد الحبوب هادو. فبالنسبة يعني لهاد الحبوب ديال القزبره، فهما يعني كاين يعني اي دهون، اي دهون عندك في الجسم ديالك كينزلوهم لك، كذلك الا عندك شي املاح يعني في الجسم ديالك، يعني اي حاجه بحال كينقي لك الجسم ديالك، وكذلك الا عندك الكرش طبيعه الحال غادي يحيد لك الكرش، مسطحه غادي يحيد لك الكرش، الارداف، وراه رائعه رائعه. ولكن بطبيعه الحال بالاستعمال، يعني الا استعملتوها مره واحده ولا جوج المرات راه يعني بطبيعه الحال معدها ما دير لكم، خاصكم ضروري يعني انكم تتبعوا على الاقل لمده شهر هاد الوصفه هذه. فكما كنعرفوا ان هذا القزبر او الحبوب القزبره يعني كتحتوي على نسبه كبيره من الالياف الغذائيه الهاضمه، يعني كتهضم لنا الطعام والعناصر الغذائيه المختلفه للالياف، يعني كذلك انها تزيد من حركه الامعاء وانا يعني وكتنشطها، وكذلك كتخلص من المشكل، يعني السيدات اللي تيكون عندهم المشكل ديال الامساك كذلك تخلص من الامساك وكتخلص من اي اوساخ كاينه في يعني في الجسم ديالنا، او اي سموم او اي حاجه غريبه يعني داخله الجسم ديالنا. يعني راه وصفه رائعه، وبطبيعه الحال يعني زوينه يعني الجهاز الهضمي، المعده، المصران، اي حاجه. فان شاء الله ولو يعني تستعملوها هذه، فيعني بطبيعه الحال في رمضان يعني ما كناكلوش النهار كامل، وكنجيو حتى الفطور عاده باش كنبقاو ناكلو، فيعني كناكلو الفطور العشاء السحور، يعني قراب هذوك الوجبات قراب. فمن احسن اننا نديرو شي حاجه اللي على الاقل انها يعني غير تهضم لينا داك الشيء اللي كناكلو، او انها يعني تعاوننا باش نقصوا شويه الجسم ديالنا. فهاد الوصفه البنات راه واعره واعره، اكيد اكيد ما يخرج رمضان حتى تنقصوا طبيعه الحال على حسب يعني الجسم ديالك، حيت كل سيده وكيفاش الجسم ديالها كيتجاوب وكيفاش الجسم ديالها يعني كينقص. فان شاء الله ما يخرج رمضان تتنقصوا 20 ولا 10 كيلو، فالمهم غير ما تزادوش، هذا هو المهم. فكما كيبان لكم هنا عندي القزبر هو هذا، غادي ناخذ فيه تقريبا ملعقه، غادي ناخذ نجيب كاس على هذا الشكل هذا، غنجيب كاس غادي ندير فيه ملعقه تقريبا، غادي ندير فيه ملعقه على هذا الشكل هذا بحال هكا كما كيبان لكم، يعني نديرها في الكاس، نخويها تقريبا في الكاس عفوا، غادي نجيب الماء يكون سخون، ونخليها حتى تطلق. ملي كنصاوبوا الوصفه كما كيبان لكم كنحاولوا اننا نغطيوها في كاع داك الفوائد اللي كاينين في القزبر او القزبره تبقى لينا، فمنين كنخوي عليها الماء كداك البخاخ تيطلع، فداك البخاخ يعني راه فيه الفوائد كلشي ديال القزبر، فمن احسن انكم يعني تغطيوه باش ان شاء الله يعني تستافدوا من هذوك الفوائد ديالو. كما قلت لكم غتخليوه نص ساعه وغادي تبقاو يعني تاخذوه بعد العشاء،
وصفة رائعة، وصفة إن شاء الله مضمونة ومجربة. أكيد إن شاء الله غادي تتبعوا غير سيمانة وغادي يبان لكم إن شاء الله الفرق. فبطبيعة الحال هذه الوصفة هذه خاصكم ديروها شهر تقريبا باش تعطيكم النتيجة، ماشي غير يوم يومين بطبيعة الحال ما غاديش تعطيكم النتيجة. فإن شاء الله كنتمنى فيديو اليوم أنه يكون نال الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلايك إلا عجبكم الفيديو، كذلك تبارتاجيو القناة مع الأصدقاء والاحباب ديالكم. وكذلك ما تنساوش انكم الى اشتركتوا تفعلوا زر الجرس باش اي حاجه حطيتها عندي في القناه توصلكم. والسلام عليكم.